كنت على شويه زياده انت تبقى واقف اصلا مش شايف قدامك تحس انك عامل دماغك عاليه جدا تيجي تقول له بقى عامل ايه اي حاجه هفتح الشباك بس مش شايف قدامك اصلا بسبب واقف يقول لك هو موجود ولو تكونوا خارجين خلاص وجاهزين وتلاقيه برضه داخل عليكم بتافه جدا ويقول لك عايز اخش اقعد جوه وتلاقيه جايب 20 كيلو مانجا ما تفهمش وداخل فرحان لك فيهم بقى وخد يا ابني شيل يا ابني المانجا ب 15 جنيه الكيلو دي يا عم انا اقعد في القهوه يا عم والنبي خد خش شيلها بس اجي من الجيران هتطلع تاكل منه كمان شويه يعني هو هيفهم هيفهم كده هو ايه يعني عمال متفشخر بالمانجا اللي معاك وتلاقيه داخل عليك جوه فايه يعني انا اسف يعني زي الفل يا جدعان الناس تيجي هنا يا منسي هاتي الناس دي يا اسطى مثلا كمان واحد يعني عايده كمان نكته لا كمان واحد طبعا مش هقول لك انت مثلا ايه عملت اكل فايه يبقى انت قاعد كده فانت قلت لوالدك بيقول له تقوم تفضل معاك يقول لك لا والله مش قادر يا عم قوم تفضل لا مش قادر فجاه اول انت خلاص داخل تاكل يقولك بس عشان ما زعلكش والله اخش اكل معاك انت راجل غلطت صحيح انت مالك مش عايزينك بعد ما نخش ويقعد وياكل وتحس ان هو خلاص هينام معاك ويعني بالليل جاي وانت بقى عشان ايه قاعد عشان تنيمه يعني يا شباب عشان تخليه يا شباب فانت بتقوم تقول له كده مثلا تقف وتيجي تقول له مثلا والله حضرتك يا عم والثمان ساعات اللي قعدتهم معانا عدوا هوا والله ما حسيت بالثمان ساعات عدوا تقريبا كده يعني دقيقتين والله وبرضه تلاقيه يفضل قاعد برضه وتلاقيه نزل الساعه 12 بالليل يعني مستني كمان تقول له ما تبات معانا والنبي وهيقعد معاكم برضه شو الشباب تيجي من العالم وجدعان الشباب كلها تيجي هنا شكرا يا معلم شكرا يا اسلام اسلام مين بعد الاسلام مين بعد المؤمن محمد محمد عصام بيلعب في شوط محمد عصام فين؟ محمد عصام فين؟ محمد عصام فين؟ مش محمد عصام محمد عصام اسمع عصام عصام ولا عصام؟ هتجيبوا صاحب يسقف لحمك سقفة عالية قوي محمد ممكن سقف محمد مشجعه؟ ممكن سقف ممكن سقف يا جماعة انتوا فاكرين انكم انتوا انت راجل ولا مش راجل على التصوير ده؟ ايه يا جدعان والله العظيم احنا رجاله بنسقف سقفه عاليه عايزين نسمع السقفه العاليه فين ايوه كده ممكن نسمعه انا بلعب بيت بوكس على قد يا عم بلعب كله بيلعب والله بلعب 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 لسه كله ده فين ايوه يا ريت طيب محمد ده محمد ممكن شباب محمود شكري محمود شكري فين يا جدعان محمود يا شكري يا محمود يا عمده يا عمده يا محمود يا محمود عمر حسن عمر انت عمر لسه 10
لسه 10 سنين. ايه ده؟ زملكاوي؟ لا زملكاوي. ابن بيرجع يسميك يرفع ايدك اياه. والله ما انا مش زملكاوي. اللي بيحب يعني والله يا عم الزملكاوي. انا الزملكاوي. وانا اغني يا جماعه اغنيه بسيطه فوق. ماشي؟ يا ربي يعني دوب اتغمض عيني واصدق ما لقيتش في وشي فعرفت امشي فعرفت يمديني يا لوك انت ما تعيش تعرف لما الحب يجينا وتحس ان في ناس تريدة والدنيا تسود في عينك وتنتهي لحد معاك ويخبيني من ناس حبتني بتغني وبتغني بخيال احضر صعبة تكلمني والاصعب اللي انا انسى انت في النور بتعزيني دلوقتي احسن مسلم يعني اتوب اتغمض عيني واتفتح ما لقيتش في وشي فعرفتني فعرفتني يهديني يا نور انت ما تعرفش هما كده يا كريم سمعوا صوتها بقول يا جدعان عايزين نسمع احلى سقف عالي قوي لسيد بوكس السقف فين؟ ايوه دلوقتي حسام توب حسام توب احلى حلاق في الدنيا احلى حلاق في الدنيا نسمع سقف عالي قوي شديد كريم مزيكا لا ميدا ما يستحش كراوة ميلا يحيى تحية أحلى ميدا في الدنيا أنا عارف ما فيش كومي أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ أديني مزيكا اللي هو هيرقص عليها يلا هو هيشغلها في الرسعة ايوه ايوه شغليها على المايك انا هعمل كده ميدو انت هيا العبد اكس انت هيا العبد اكس ايوه اكس تعال حلوه جيل من غير اكس احنا نسيب فيكس جاي الدنيا تبقى حلوه تعالى تعالى سايب فيكس جاي وبتضرب الناس كلها تكمل خش يا حلوفه خش طب خليه يجي لي بعد طيب احمد شبحي شحلق شحلق في فيش اسمه والله شحلق له شحلق له شبحي احمد شبحي شحلقته شحليله لوجه في كبير شبحي احمد شبحي احمد شبحي طيب احمد مش موجود حسام احمد فين؟ حسام احمد فين؟ لا احمد ولا حسام؟ لا احمد حسام ماشي ماشي لما نخلص ايه ده ايه ده السقف فين يا جدعان؟ عايزين يطلعوا سقف عالي قوي يلا يا نجم يا حبيبي وعد علي يا حبيبي النحش استوى بس حبيبي النحش استوى كده طيب انت الحسام كده 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 Thank you.
ايوه.